ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. بعد التحية دكتور، يعني كيف ترى مفاوضات قمة كوب 27 وهل يمكن التوصل لاتفاقات بشأن التعويضات؟ أهلا بحضرتك. أولا بالنسبة لمؤتمر المناخ، أعتقد أنه يعني هذا القمة هي قمة التنفيذ كما قيل عنها، فهي بمثابة تم الاتفاق على كثير من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها. مصر كانت من أولى الدول التي قامت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات واللي عمل مشروعات الهدف منها تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير. احنا وقعنا على مجموعة من المشروعات، مشروع من الطاقة وتم مشروعات خاصة بالأمن الغذائي والأمن المائي ومشروعات الري في حدود 15.3 مليار دولار، ودي تم الاتفاق عليها وتم توقيعها. وايضا هناك اتفاقيات اخرى جاري التباحث عنها خلال الفتره القادمه، هيكون باذن الله خلال الايام القليله القادمه قبل نهايه المؤتمر هيكون هناك توقعات عليه. اعتقد ان هذه القمه هناك اتفاق عام على من الدول الصناعيه والدول الكبرى التي هي متسببه كسبب رئيسي في عمليه الانبعاثات الكربونيه وعمليه التلوث وعمليه التغيرات المناخيه، وعلى راسهم طبعا الولايات المتحده الامريكيه والصين ودول الاتحاد الاوروبي. كان هناك اتفاق ان يكون هناك مجموعه من التعويضات. ربما الحديث النهارده بنتحدث عن ان يكون الصندوق الذي يتم فيه يعني حصيله هذه التعويضات، تم تحديد اوجه الانفاق ان يكون عن الخسائر والاضرار اللي لحقت ببعض الدول، ايضا لتمويلات لمشروعات مشتركه، وباذن الله سوف يتم الاعلان عن اجمالي ما تم انفاقه او ما سوف يتم انفاقه خلال العام القادم من الدول الكبرى اللي هي متسببه في التغيرات المناخيه. يعني بالفعل كما ذكرت هناك العديد من المحاور التي يتم التفاوض عليها، ولكن إذا ذهبنا إلى الشق الاقتصادي، كيف ترى هذا الشق بالنسبة للقمة من حيث العوائد الاقتصادية المتوقعة للدول النامية؟ العوائد الاقتصادية للدول النامية، أعتقد أن هذه القمة شهدت لغة جديدة من الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية بإلقاء اللوم وإلقاء العتاب على الدول المتقدمة والدول التي تتسبب في إحداث التغيرات المناخية بشكل كبير. ويمكن شفنا كلمة أوغندا وكلمة كينيا وكلمة بعض الدول الإفريقية التي كانت بتؤكد أن هناك حرص من الدول الإفريقية على الحصول على التعويضات اللازمة لمواجهة الخسائر ومواجهة التكيف مع التغيرات المناخية. احنا بنتحدث عن تغيرات مناخيه نتج عنها كثير من الفيضانات، نتج عنها كثير من حريق للغابات على مستوى العالم، وخاصه يمكن افريقيا من الدول وهي وامريكا اللاتينيه من القارات التي اكثر يعني حصولا او زادت فيها عمليه الاصابات وعمليه الفيضانات بشكل كبير خلال السنوات الماضيه، وبالتالي كان هناك حديث عن الخسائر والاضرار التي لحقت بالدول الافريقيه والدول الناميه. اعتقد ان هذا المؤتمر هينتج عنه اتفاقيات محدده وواضحه على حجم التعويضات التي سوف تقوم الدول الاجنبيه والدول الاوروبيه وايضا الولايات المتحده الامريكيه بسددها كتعويضات عن الخسائر وعن عمل مشروعات. لان زي ما قلنا احنا هدف هذه القمه ليس فقط المسانده والمساعده للدول اللي هي اكثر تضررا في عمليه التغيرات المناخيه، ولكن ايضا هي اقامه المشروعات المشتركه التي تجمع بتعمير تقييم تكنولوجيا حديثه في عمليه زي سواء كان الهيدروجين اخضر، سواء كانت في معالجه لمياه الصرف الصحي، سواء كان لبعض الزراعات اللي تكون يعني قابله للتغيرات المناخيه، لان في الاخر التغيرات المناخيه دي اثرت على العالم ككل. يكفي ان نقول ان منظمه الفاو منظمه الاغذيه العالميه اعلنت ان هناك تغير وانخفاض في الحاصلات الزراعيه بنسبه تزيد عن 33% خلال عام 22 عن الاعوام السابقه بسبب التغيرات المناخيه المتواجده على مستوى العالم.
يعني ذكرت أن الدول الصناعية الكبرى هي المتسبب الأكبر في تغيرات المناخ بنسبة تصل إلى 96%. يعني هل أو إلى أي مدى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة سوف يكون مجدي بالنسبة للدول الصناعية الكبرى؟ طبعا الانبعاثات الكربونية بتأتي من الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل كبير والمشتقات البترولية، وبالتالي النهاردة بنجد أن الدول الصناعية والدول الكبرى هي المتسببة في ذلك، بل أكثر من ذلك أن في عام 22 وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية نتج أن بعض من الدول الأوروبية اتجهت إلى اللجوء إلى استخدام الفحم في تشغيل المحطات الكهربائية زي ما حدث في فرنسا وزي ما حدث في ألمانيا وكثير من الدول، وبالتالي تم زيادة حجم الانبعاثات الكربونية من جديد. والنهارده العالم المفروض يتجه الى ما يطلق عليه الطاقه النظيفه والطاقه الجديده، سواء كانت الطاقه الشمسيه، سواء كانت الطاقه الرياح، سواء كانت الطاقه الناتجه عن الهيدروجين الاخضر او الهيدروجين الازرق، وبالتالي هو ده التوجه العالمي. طب ده هيتم ازاي؟ هيتم بعمل مجموعه من المشروعات، لانه عشان لو هنتكلم على مشروعات خاصه بالهيدروجين الاخضر فاكثر الدول مهيئه لهذه الصناعه وهذه التكنولوجيا هي الدوله المصريه، لانه عوامل النجاح متوفره في مصر، سواء كانت في توافر المياه الموجوده بشكل كبير لدينا البحار، البحر المتوسط والبحر الاحمر، ايضا الطاقه الشمسيه المتواجده الناتجه في الموجوده في مصر وطاقه الرياح متواجده بشكل كبير جدا، وبالتالي من السهل ان يكون هناك توليد للطاقه الهيدروجينيه بشكل كبير، وبالتالي النهارده نجد ان من ضمن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هي اتفاق بين مصر والامارات من ناحيه لاقامه مشروع خاص بطاقه الرياح، وايضا مشروعات خاصه بالهيدروجين الاخضر ما بين مصر والمانيا والنرويج لاقامه مشروعات لعمل لتصنيع الهيدروجين الاخضر داخل الدوله المصريه. فالتوجه النهارده في العالم هو تشغيل الطاقه المستجده والطاقه المتجدده، وايضا ليس فقط في اقامه هذه المشروعات، بل ان المؤسسات الدوليه كما تم الاعلان زي البنك الدولي والمؤسسات الموجوده التمويليه التي حضرت هذا المؤتمر، كان الحديث ان هناك تمويل حتى للقطاع الخاص في المشروعات التي تستخدم ما يطلق عليه الطاقة المتجددة في تشغيل هذه المصانع، وأن يكون هناك شهادة اسمها شهادة الكربون هتكون بمثابة زي مثل شهادة الأيزو أو شهادة الجودة. هذه الشهادة بتحدد حجم الانبعاثات الكربونية من المصانع عشان يبدأ هذه المصانع تقوم بتصدير منتجاتها للخارج، لابد أن يكون هناك حد أكثر لعملية الانبعاثات الكربونية التي تخرج من هذه المصانع على مستوى العالم. طيب إذا تحدثنا بشكل عملي وواقعي أكثر، كيف ترى أثر تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مقابل اللجوء إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على النمو الاقتصادي الدولي؟ بكل تأكيد أن التوجه العام أو العالمي اليوم هو التوجه نحو إيجاد مصادر متجددة للطاقة، البعد عن المصادر التقليدية لأسباب التغيرات المناخية من ناحية، وأيضا أنه النهارده السيطرة والهيمنة اللي كانت موجودة من بعض الدول زي روسيا وهيمنتها على تصدير الغاز بالفعل الطبيعي. أنا أتساءل على أثر هذا التحول على الاقتصاد العالمي. أثر طبعا هيكون هناك معدل نمو اقتصادي كبير، النهارده احنا بنتكلم في معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في حدود 3.2%. اعتقد انه التوجه وتوجه العالم لاستخدام الطاقه الجديده لا يعني ببساطه هو توطين تكنولوجيا جديده على مستوى العالم، يعني اعاده تشغيل عماله بشكل افضل بشكل اكبر، ايضا يعني اعتماد على مصادر طاقه متنوعه، وبالتالي حركه الاقتصاد والحراك الاقتصادي هيكون اسرع خلال السنوات القادمه لو العالم اتفق ان يكون هناك توجه او نسب معدلات من التغير في عمليه التحول من الطاقه الاحفوريه والطاقه التقليديه الى الطاقه الجديده، سواء كانت طاقه شمسيه او طاقه رياح او طاقه ناتجه عن الهيدروجين. يعني هذا التحول سوف يشهد نمو للاقتصاد العالمي ام تراجع طفيف؟
إذا حدث هذا التحول بالفعل. لا لا طبعا هيشهد تقدم للاقتصاد العالمي، لأن وجود التوجه للعالم لاستخدامات طاقة جديدة ليعني زيادة في عمل المشروعات المتخصصة في مجال أو في قطاع الطاقة، وبالتالي هيكون هناك حركة اقتصادية أكبر وأوسع وأشمل مما هو عليه. طب إذا تساءلنا عن العوائد الاقتصادية المتوقعة لمصر من وراء انعقاد قمة كوب 27؟ العوائد التي تحققت لمصر أعتقد أن يعني لم تكن تتحقق لولا اجتماع أو مؤتمر مثل هذا يحدث في مصر. أولا نحن لدينا تسويق سياحي بشكل كبير على مستوى العالم، نحن نتحدث عن مؤتمر يوجد فيه أكثر من 197 دولة موجودة في وفود هذه الدول، سواء كان على مستوى الرئاسي أو مستوى الوزراء المتواجدين من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، وبالتالي التواجد السياحي ووجود مصر على خريطة الاستثمار السياحي بشكل كبير، ومصر استطاعت أنها تقدم نفسها ومدينة شرم الشيخ تقدم نفسها كمدينة خضراء ويمكن يعتبر من أهم المدن السياحية على مستوى العالم، فدي أعتقد أنها وسيلة تسويق سياحي جيد. أيضا أنه هذا المؤتمر بعث رسالة يعني طمأنة للمستثمرين أن هناك استقرار سياسي واستقرار اقتصادي داخل الدولة المصرية. أيضا نحن نتحدث عن اتفاقيات جاءت إلى الدولة المصرية بشكل كبير، سواء كانت اتفاقيات للطاقة، اتفاقيات على إقامة مشروعات مشتركة، نحن نتحدث على مشروعات تم الاتفاق عليها بالفعل في حدود 15.3 مليار دولار عن طريق منصة نوفي، منصة الطاقة الخضراء اللي أقامتها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع وزارة البيئة، وأعتقد هذه هي المكاسب الكبيرة التي تحققت إلى الدولة المصرية إن احنا نكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي بشكل جاذب، ويكون النهارده هناك تحالفات اقتصادية تنتوي إنها تقوم عمل مشروعات داخل الدولة المصرية، لكن احنا محتاجين نشتغل ما بعد المؤتمر إنه على الدولة المصرية وعلى جهات الاستثمار وهيئة الاستثمار في مصر والوزارات المعنية إنها تحول ما تم التوصل إليه من اتفاقيات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، وأيضا إنها تبني على ما تحقق في هذا المؤتمر من وجود يعني دعم عالمي للدولة المصرية ووجود تواجد للدولة المصرية وزور مصر بشكل لائق وبشكل جيد، إنها تبني عليه في جذب استثمارات، في جذب السياحة، في جذب مؤسسات دولية تقوم بتمويل مشروعات خلال الفترة القادمة. طيب لو تسألنا عن تقييمك حول العقود التي قامت مصر بإبرامها خلال فترة المؤتمر، هل كانت على نفس المستوى المأمول؟ طبعا اللافت للنظر في هذا المؤتمر أن الدولة المصرية دخلت زي ما نقول كده عاملة اللي عليها، عاملة الواجب والهوم ورك الخاص بها بشكل جيد. احنا النهاردة كثير من الدول الناميه، كثير من الدول الافريقيه بدون ذكر اسماء تحدثت عن ان لديها مشاكل بسبب المتغيرات المناخيه وانها تحتاج الى دعم وتحتاج الى عمل مشروعات او عمل تمويل لقطاعات لديها، لكن الدوله المصريه لم تستجدي احد، لكن هي طلبت ان يكون هناك شراكه حددت المشروعات. مصر داخله من خلال منصه نوفي مجموعة من المشروعات محددة بدراسة الجدوى، بالعوائد الاقتصادية، بأماكن هذه المشروعات، بالتوصل للمكاسب سواء كان للشريك الأجنبي أو الشريك المصري، وبالتالي تم تقديم المشروعات المصرية بشكل لائق، وده اللي كان لافت للنظر أن مصر لم تقم باستجداء أحد أو تقوم بأنها تبحث عن تمويل دون تحديد أين يذهب هذا التمويل، ولكن كان اللافت للنظر وجود مشروعات كبيره تم التحدث عنها، واعتقد ما تم الاتفاق عليه سواء كان مع دوله الامارات العربيه سواء كان مع دول اوروبيه اعتقد انه جيد جدا، وخلال الفتره القادمه زي ما احنا بنتابع يوميا انه سوف يكون هناك اعلان قبل يوم 18 نوفمبر باذن الله ونهايه المؤتمر، انه يكون هناك اعلان على مجموعه من المشروعات الاخرى سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع داخل الدولة المصرية. أشكرك على هذا التحليل الوافر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.